السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحابي وإخواتي وحبايبي، بناتي الصغيرين، إخواتي الكبار. الدنيا متلجة ومتكتكة ومش قادرين نقوم من مكاننا، لا نعمل حادق ولا نعمل حلو، لا قادرين نعمل غدا ولا نعمل عشاء، ومتكتكين ومش قادرين نقوم من مكاننا. تعالي معايا أوريكي بخطوات سهلة وبسيطة تعملي غدا أو عشاء وتعملي معاهم الحلو كمان بنفس المكونات. إيه ده إيه ده؟ نفس المكونات حلو وحادق؟ أه، حاجة بسيطة خالص، فطاير الطاسة أو هنقول المطبق الفلسطيني، حاجة كده سهلة وبسيطة، ولا عجن ولا دقيق ولا مية ولا خميرة ولا أي حاجة من دي، ولا قادين توجعك ولا حاجة. حاجة أكلة بسيطة هتنفذيها في 10 دقايق وانتي واقفة، وهتطلعي عاملة لهم الحادق والحلو. حاجة بسيطة خالص، بصي المنظر، بصي الشكل عامل ازاي، والشوكولاتة السايحة، قلبي الصغير لا يتحمل. حاجة كده فاخر من الآخر زي ما بنقول، مستوية وطيبة ونظيفة، وفطاير بتتشري غالية جدا من بره عملناها. بصي المنظر، والشوكولاتة دايبة وسايحة جوه ازاي. تعالي معايا نبتدي خطواتنا، وهقولك هعمل حادق ايه وحلو ايه. يلا بينا. دخلنا المطبخ وطلعنا حاجات من التلاجة، كلها من التلاجة، ما جبتش اي حاجة من بره. مقادير سهلة، فلفل الوان احمر اخضر اصفر، اللي عندك، ما عندكيش فلفل الوان حطي بصل اخضر وفلفل اخضر. انواع جبن، جبن مثلثات، شيدر، موزاريلا، كوبايه زبادي، حته بسطرمه، معلقتين سمنه، معلقه بيكنج باودر، معلقه قشطه، بس، وزيتون مخلي. يعني بصي اي حاجه، هنحط كل المكونات دي على بعض. بس وانتي بتحطي المكونات على بعض وبتتفرجي، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشجعي قناة العيلة تكبر بيكي. ادي حطينا الجبن على بعضها، وهنزل بالبسطرمة، وممكن تستغني عن البسطرمة بصدق جبنة، جبن بس، لحمة مفرومة بس تكون متعصجة، اللي انتي اللي متواجد عندك شغال في الأكلة دي. انا قلتلك احنا متكتكين، شوية زيتون اسود كده، مش مخلي عندك، مش متوفر المخلي، كام زيتونية كده وقطعيهم. هلم كل المكونات دي كلها على بعضها كده، الفها لفة مع بعض. حابة تحطي بصل اخضر، بصل عادي من بتاعنا ده، حلو قوي. شغال كل حاجة في الخلطة دي، شغال معلقتين السمنة معانا في بولة، معلقة البيكنج باودر، ودي مهم عشان تخلي الجلاش ينفش ويورق معانا، وكوباية الزبادي عشان تطري الجلاش ويبقاش ناشف ومقرمش زيادة عن اللازم. وهربهم بقى، ادوبهم مع بعض جامد قوي 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 عشان ما يبقاش في حاجات مكلكعة. شايفاكي وانت لسه ما اشتركتيش في القناة، والله اشتركي هتعجبك جدا. همزج الخليط كويس قوي 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 مع بعضه، عشان وانا بفرده على الجلاش ما يبقاش فيه حاجات مكلكعه وتقطع معايا الجلاش. الجلاش رايق. بصي خليت السمك عامل ازاي، هحط هنا معلقه قشطه، كريمه شغال، قشطه شغال، وش لبن يكون عندك بخير وكده ودسم، ولمتي وشه وعملتيه قشطه، حلوه قوي، مش موجوده، ما فيش مشاكل، بس هي حاجه يعني بتقوي الطعم، تعززه كده وتخلي الطعم باين. معايا لفه من الجلاش دي حوالي 500 جرام اهو، هعمل منها حلو وحادق. انت بتتكلمي ازاي؟ يعني ايه لفة واحدة هتعملي منها حلو وحادق؟ هقولك دلوقتي. همسك ورقة الجلاش والخليط الحلو اللي احنا عملناه ده، هعوز نص ورقة الجلاش بالخليط ده بالطول زي ما انت شايفة كده. هعوزها كلها من اولها لاخرها، نصها بس من اولها لاخرها بالطول كده. همسك ورقة الجلاش واتنيها نصين بالطول، وابتدي افردها قدامي زي ما انت شايفه كده، وهي متنيه نصين. هدهن النص الفوقاني بس من الماده برضو اللي الخليط اللي احنا عملناه ده، اللي هو سمنه على كوبايه الزبادي على معلقه البيكنج باودر على معلقه القشطه، وهاخد شويه من الخليط بتاعي، البسطرمه على الجبنه على الفلفل على الزيتون. وقلنا الخلطه دي تقدري تغيريها باي حاجه، فراخ، مناب فراخ باقي ماشي منك نصريه واعمليه، حته فراخ كنت شايلها تعمليها شاورما، شغال هنديها تشويحه على النار ونعملها، حبه لحمه مفرومين معصجين في الفريزر معانا هنعملها، بس مش حامله ورقه الجلاش كتير. هاتناها كده من الجنبين عشان الخليط بتاعي ما يطلعش، المكون بتاعي ما يطلعش من الجناب. ودي مقارنه بالظبط بالمطبق الفلسطيني اللي بيطيبوه على الصاجة، وحتني كده زي ما انت شايف اهو، ها هو زيه.
ولا عجنة ولا بطاطنة ولا دراعي بيوجعني من فرد الفطير ولا من عجينة الفطير اللي بتعذب، أهو بورقة جلاش عملنا أحلى فطيراية صغيرة أو مطبقاية صغيرة، وطعم ولا أحلى ولا أبسط من كده. تنفع غدا، تنفع عشاء، سهرانين ومش لاقيين حاجة تاكلوها، التلاجة بتاعتنا بتتكلم وتقول لنا أنا فيا أكلات، بس فكري وانتي هتلاقي فيا كنوز. والمكسلين مش عايزين يدخلوا المطبخ 10 دقايق وتكوني خلصتي كل حاجة. مركزة معايا في الخطوات ولا تهتي مني ولا ايه؟ ركزي. هاخد برضو هنا شوية من الخليط. ويا سلام بقى لو نوع الجبنة الموزاريلا اللي احنا حاطينها دي نوع ابن ناس كده وبيمط، مش بيطلعه بعد كده، تحطي مهما تحطي ما تطلعش بتمط، يبقى تحفة. انا النوع ده الجديد ده ما عجبنيش ابدا، ما ادانيش النتيجة اللي انا حباها. بطبق انا اكتشفت موقع فيه انواع جبن وانواع زبدة، هجرب واقول لكم. هنعمل حلو. ايه بقى الحلو بتاعنا يا حبيبتي بنفس المقادير دي؟ ده عندي هنا حبة كاستر عملتهم، وعندي شوكولاتة من انواع بقى النوتيلا اللي هي الموجودة دي، والنوع ده كويس انا شغالة بيه، مش نوتيلا طبعا، ده نوع من انواع المقلدة يعني. برضو بعوز نفس الخليط بتاعي بنفس الطريقة، نص الجلاشية منعاص والنص التاني لأ، واتنيها نفس التانية ونفس النمط، ماشية بنفس الطريقة بس هخليها حلو. هعوز برضو نص الورقة من فوق، معلقة الزبادي على معلقة السمنة دي بتخلي الحاجة طرية ومنتش محتاجة بعد كده تزوديها حاجة، معلقة كاستر وياريت ما نكترش لأن الكاستر بيفرد، هتملى معاكي يعني في الفطيرة الصغيرة بتاعتك. وهنتني برضو من الجوانب كويس، وقفل عليها بحيث انها ما تتطلعش مني من اي جانب. ده الحلو بتاعنا، سهلة وبسيطة، وصدقيني مش هتاخدي بيك كتير من اول العمايل لاخر العمايل ربع ساعة في المطبخ، ولا مواعين ولا بهدلة ولا هناكل ايه ونطبخ ايه. خليها بقى ايه مقضيينها نواشف على السريح كده في الساقعة، واحد مش قادر اساسا، بس مفيدة ونظيفة ويكفيكي ان انتي شغالة الشغل بايدك وبتاكلي حاجة بتتشرى فعلا فعلا في المحلات برا غالية جدا، وخفيفة وسهلة، ولا دربكتي مطبخك ولا دربكتي الدنيا حواليكي ولا أي حاجة. يعني أنا عملت كام ورقة من ده وكام ورقة من ده وطلعت وسبت بنتي كملت. هنا شغالة في واحدة كمان نوتيلا بوريكي، برضو شوكولاتة صحيحة بلاش نقول نوتيلا. هتنيها بقفل عليها كويس، هتنيها هنا بقى مرحلة الشوكولاتة، بفردها شوية بإيديا كده واضغط شوية كده على ورقة الجلاش بس مش كتير، عشان وهي بتستوي بتملى الورقة دي كلها. ممكن بقى تعملي لها حشوة تانية، ممكن التمر بسمنة يبقى حلو قوي في الحلو ده. ادي الحادق، ادي الحلو بتاعنا، وادي الحادق. نروح بقى على مرحلة التسوية، ولا فرن ولا نار من فوق ونار من تحت ولا أي حاجة من دي. تعالي تعالي قربي قربي وانتي تشوفي طريقة التسوية ازاي. بص حبيبتي هنا دي بقية الكمية اللي كانت معايا في البولة، فضل معايا بسطرمة وتشكيلة جبن وفلفل ألوان، تقدري تستخدميها في أي حشوة تانية، بيتزا، صينية مكرونة بالخضار، تحفة. أدي طاسة فيها معلقة سمنة سخنة على النار، ولا فرن
ولا وشه اتحمش ولا مستوي من تحت زيادة عن اللازم ولا حاجة. هبتدي بالحادق وبعد كده اعمل الحلو. سنة كده السمنة تسخن او الزيت او اي مادة دهنية انت عايزاها، وابتدي ارص الطاسة بتاعتي. بالظبط الوش ده دقيقة ونص، والوش ده دقيقة ونص بتكون الفطيرة استوت، مش أكتر من كده. والنتيجة هايلة هايلة هايلة. يعني أنا لو قلت البنوتة في 5 ابتدائي تدخل تعملها، هتعملها وتبقى تمام التمام. تحفة. بس وأنا بشيلها أحطها في الطاسة يبقى بشوش شوية، ما كملناش الدقيقة ونص وكانت احمرت وبقت بالجمال اللي انت شايفاه ده. وادي النتيجة بتاعتنا، شكل وطعم وريحة وحاجة بسيطة من قلب تلاجتنا. لا روحنا شمال ولا روحنا يمين ولا خبطنا في حلل ولا عملنا اي حاجة، غير ان احنا فكرنا ممكن نستغل المكونات مع بعض في ايه، وعملنا منها أحلى مطبق أو أحلى فطير. عايزة تسميه مطبق سميه، عايزة تسميه فطاير صغيرة تسميها خطيرة. أنا هنا كنت منتظرة نتيجة الجبنة المنزريلا تطلع بتمط وتشد معايا جامد، بس للأسف خذلتني. لو إن أنا جايبة أنواع جيدة والمفروض إنها جيدة وغالية جدا، بس ما ادتنيش النتيجة اللي أنا عايزاها، بس الطعم حلو. لكن المطه اللي بتبقى بتاعه الجبنه دي ما اديتهاليش. ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وتعملي لي لايك وشير علشان القناه تكبر بيكي، وانزل لك بكل جديد وكل حلو. كنت معاكم ايمان الرامي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من قناه العيله.